ده كل اللي متأكد. باخد متوسطه هو المتوسط اللي انا عايزه.
المقاومه المستهدفه، يبقى بالتالي متوسط ال 18 مكعب او ال 27 او ايا كان العدد اللي انا صبيته، المتوسط يجب ان يقترب جدا من مين؟ من المقاومه المستهدفه. يقترب جدا دي خلوها كام؟ 95 كويس؟ عظيم قوي. فده اول ايه؟ اول شرط. الشرط الثاني بيتكلم عن متوسط مقاومه الضغط والخلطات الثلاثه، يعني 18 مكعب اذا كان في اكثر من كده، المتوسط بتاعهم على بعض زي اللي فات. المفروض انه ما يقلش عن المقاومه المميزه زائد 65. والفكره في 65 دي انها ايه؟ بتمثل الحقيقه الحد الادنى اللي هي مش الادنى. ده الحد الادنى بتاعها 40 في 1 64%، 40 ده الحد الادنى لسيجما للاختراق المعياري. اضربها في 1 64% تطلع تقريبا ال 65. فيبقى اذا برضه كاني بقارن بمين؟ بالمقاومه المستهدفه. كويس كده؟ عظيم. طيب هل مسموح بقى وإحنا لسه بنجرب والشغل المفروض يعني فيه سيطرة جامدة عليه وفيه مراقبة ومتابعة جيدة، هل من المقبول إن في مكعبات مقاومتها تبقى قليلة أوي؟ قليلة أوي يعني أقل من المقاومة المميزة؟ أكيد ده مش مقبول. يبقى في المرحلة دي اللي إحنا لسه بنجهز نفسنا فيها، من غير المقبول على الإطلاق إن أي مكعب يقل عن المقاومة المميزة. ده الشرط الثاني. الشرط الرابع احنا واحنا بنناقش تصميم الخلطات الحقيقه اتفقنا على ايه؟ جزء مهم من نقول ايه؟ اقتصاديات الخلطه، النسب اللي هتقدر هتطلعها مبني على ضبط الجوده اللي بيرتجع المال. وده متمسك في مين؟ في الانحراف المعياري. مش كده؟ الانحراف المعياري كل ما قل كل ما كان معناه ان في ضغط جوده عالي، كل ما زاد يبقى ضغط الجوده مش كويس. يبقى اذا احنا عايزين من البدايه نحاول نطمن ان في سيطره مش بطاله على الانتاج، وان في ضغط جوده مش بطاله. هنعمله ازاي؟ نحسب الانحراف المعياري؟ طب طبيعي. لا احنا هنبسط شويه. مش هنحسب الانحراف المعياري، لكن هنحسب حاجه بتدل على الانحراف المعياري اللي هي مين؟ المدى. الرينج. لما الناس بتوع الاحصاء قالوا لنا في حاجات كتير بنبص عليها في الداتا كده بتدلنا على التشتت او على مدى الايه؟ السيطره على المنتج ده. واحد منها الرينج او المدى. المدى اللي هو ايه بقى؟ فرق ما بين اكبر نتيجه واقل نتيجه. ثلاث خلطات؟ لا مش ثلاث خلطات. هنا بقى نتعامل مع ايه؟ كل واحده لوحدها. لان الحقيقه وانا بصف الثلاث خلطات مش ضروري يكون في نفس اليوم. احنا بنجرب. ممكن اعمل خلطه النهارده، خلطه بكره، خلطه بعد. تمام؟ فعايزين في كل يوم عمل يبقى في عندنا كنترول عالي. لان بعد كده ان شاء الله اثناء الشغل بقى كان برضه هناخد اختبارات لكل يوم عمل. مش لمنشأ على بعض. لا، كل يوم عمل فيه كل يوم تتصب فيه خرسانه ناخد عينات ونختبرها لوحدها. فبالتالي عايزين نبص على كل خلطه لوحدها ونشوف المدى بتاع النتائج قد ايه. هناخد الفرق ما بين الكبير والصغير. طبعا المدى لوحده ملوش معنى قوي. لكن لو نسبنا المتوسط بتاع الخلطه دي اصبح ساعتها فعلا بيدل على مين؟ على هو في ضغط جوده ولا مفيش؟ لكن انا بقول لك ان الفرق بين الكبير والصغير 50، طب 50 ده كويس ولا وحش؟ لكن لما اقول لك ان والله 50 دي في المتوسط ب 2، يبقى 50 على 2 يعني كام في المية؟ 25%. طب لو 50 دي على المتوسط 400، 50 على 400 لا ده 1 على كام؟ على 8 يعني 12.5%. فيبقى ساعتها 50 مش مشكلة، دي حاجة كويسة. لكن لو 50 ل 200 دي مشكلة كبيرة. الفرق ايه؟ فرق كبير. كويس؟ فبالتالي الشرط الرابع والأخير هو ايه؟ الفرق ما بين نتيجة
مكعب وبنقيس اعلى نتيجه واقل نتيجه للمكعبات بنفس الخلطه ما تزيدش عن كام في الميه بقى؟ ما تزيدش عن 15% من متوسط الخلطه. ماشي؟ ممكن ناخد مثال سريع كده على هذا الموضوع فنقول لو المقاومه المميزه لخلطه خرسانيه بتساوي 300 كيلو لكل سنتيمتر مربع. انا عارف المقاومه المميزه. عرفت المعيار بتاع 50 نتيجه سابقه بيساوي 45 كيلو لكل سنتيمتر مربع. هل تعتبر نتائج الخلطات التاكيديه الثلاثه الاتيه مقبوله ام لا؟ والله الخلطه الاولانيه اداني 6 مكعبات. دي النتائج بتاعتها. الخلطه الثانيه نفس الحكايه والخلطه الثالثه نفس الحكايه. يبقى اولا عايز اعرف المقاومه المستهدفه كام؟ مش كده؟ مش نعرف اقارن. إذا كانت المقاومة المميزة 300 وعندي انحراف معياري 45 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع بتاخد من 50 نتيجة سابقة. يبقى المقاومة المستهدفة بتاعتي بتساوي 300 زائد 1.64% مضروبة بكام؟ ب 45. لأن 45 أكبر من الحد الأدنى المصاحب لل 50 جراية اللي هو قد إيه؟ اللي هو 40. كويس كده. يبقى إذا وأنا بحل أول حاجة هعملها إن أنا أحسب المقاومة المستهدفة. هتطلع 300 زائد 1.64 في 45 كده بيطلع 374 كيلو لكل سنتيمتر مربع. طيب عايزين نشوف بقى المتوسط بتاع ال 18 مكعب دول على الأرض. عشان نجيب اول ايه؟ نجيب نجرب مع مين؟ مع اول شرط محطوط المتوسط بتاع كل النتائج 375. 375 دي اكتر من المقاومه المستهدفه. انا حققت الشرط الاول ولا لا؟ المفروض ازيد عن 95% من المقاومه المستهدفه انا زدت عنها. زدت عن 100%. فكده ايه؟ الشرط الاول متحقق. طب الشرط الثاني بقى اني ازيد عن المقاومه المستهدفه زائد 65. يعني المتوسط بتاعي يبقى اكثر من 365 او 375. يبقى الشرط الثاني متحقق. طب الشرط الثالث ولا مكعب من ال 18 يكون اقل من المقاومه المميزه. يعني ما اشوفش قرايه اقل من 300. هل في حاجه في ال 18 تقول اقل من 300؟ لا، اقل حاجه عندي خالص 340. يبقى الشرط الثالث برضه ايه؟ متحقق. الشرط الرابع بقى الحقيقه هو ثلاث شروط في بعض. لان اقول امسك كل خلطه لوحدها وادور على المدى بتاعها واشوف المتوسط بتاعها هي لوحدها مش المتوسط الاجمالي واشوف المدى على المتوسط واقارن واشوف اكثر ولا اقل من كام؟ من 15%. ممكن الجدول ده يبقى يسهل لي الموضوع. حطيت كل خلطة 1 2 3 المتوسط بتاع الأولانية 380 الثانية 374 والأخرانية 371 المدى اللي هو الفرق بين الكبير والصغير في الأولانية 40 الثانية 80 الثالثة 50 هقسم الرقم ده على ده وأحوله لنسبة مئوية ألاقي الأولاني 10.5 الثاني 21.4 الثالث 13. للأسف الشرط الرابع غير متحقق. ثلاث شروط اتحققت، الرابع لم يتحقق. غالبا الشرط الثالث ده واضح جدا طبعا ان شرط ضغط جوي. يعني ايه شرط ضغط جوي؟ يعني مش ضروري يكون التصميم غلط، التصميم اكيد مش غلط. بما ان كل الشروط اتحققت. لكن معناه ان الحقيقه ان الراجل وهو شغال ما بيراعيش كويس الايه؟ مثلا التجانس في المواد اللي بيستخدمها. بيبقى فيه تركيز للمواد الناعمه مثلا في بعض الايه؟ في بعض الخلطات. وهو كنا بنتكلم زمان هي حاجه من السنه اللي فاتت ان لما بتيجي تاخد كميه رمل او كميه سن عشان تحطهم في الخلاط ده ما بتقلبش الفومه اللي موجوده قدامك. يبقى في وقت ما هتاخد مواد ناعمه كتير في وقت هتاخد مواد ايه؟ حبيباتها كبيره اكتر من الايه؟ من الباقي. فده ممكن يبقى
السببة في النتيجة بهذا الشكل، يعمل التكون ده في دي النتيجة قدامنا زي ما احنا شايفين. تمام؟ محتاج ان الواحد يبقى حاطط يعني السيطرة أكثر أو عامل كنترول أكثر على الشغل بتاعه. طب كده الثلاث خطواتها الكريبتو ولا الثانية بس؟ كويس، ما هي الثانية واحدة من الثالثة هما نفس النسب، احنا ما عندناش تغير، لكن احنا دلوقتي بنقيم ايه؟ بنقيم التصميم اللي احنا عملناه مع الامكانيات دي بقى التنفيذ. تمام؟ ممكن نعدل طبعا لو كان يعني لو من الاول ما جابتش مثلا قابليه التشغيل يبقى ساعتها النسب محتاجه تتظبط. لو الاربع شروط دول كلهم مش متحملين يبقى ساعتها برضه اكيد محتاج ان انا اعدل شويه النسب. وطبعا التعديل بيبدا من نسبه الرفع اللي احنا متاكدين انها تقريبيه مش كده؟ ان احنا الكتابات اللي عندنا ما كتبناش رقم اديتنا ايه شويه اخطاء فدي اول حاجه ممكن نتعلم. بعد كده ممكن نتعلم بقى كمان ايه طبيعه المواد نفسها، تضارب الرمل مثلا او تضارب السن وهكذا. بس فبالتالي حسب العيب ظهر فين ابتدي ان انا ابص اللي انا عملته في تصميم هذه الخطوه. كويس؟ واضح يا جماعه؟ عظيم جدا. يبقى اذا احنا في عندنا اربع شروط محتاجين انهم نطبقهم علشان نحكم على الخلطه دي هينفع تتنفذ ولا مش هينفع. طيب خلاص حكمنا انها هتنفع والمشروع بدا. ابتدينا نصب بقى اساسات واعمده وجزء وبتاع. يا ترى هنتابع المراقبه بتاعت الخرسانه اللي بتتنفذ ولا مش هنتابع؟ هنتابع. هنتابعها ازاي؟ هنتابعها بحاجه اسمها الخلطات او التجارب الروتينيه، اختبارات روتينيه. روتين يعني حاجه متكرره. بس فاللي بيحصل ان احنا كل يوم صف بناخد كميه من المكعبات زي اللي بتوع في المعمل. وزي ما اخذنا في الاختبارات بتاعت الضغط المكعبات دي بتحفظ بشكل معين تتعالج مش كده في درجه حراره معينه، وبعد كده اطلعها في معادن الاختبار اتاكد ان السطح بتاعها ناشف واختبر. طيب يا ترى بقى لما اختبر العينات دي احكم عليها انها بتحقق الاشتراطات بتاعه المقاومه المميزه ازاي؟ في عندنا شرطين بعد ما كان عندنا اربعه حصل ايه؟ اختزال كده الاربعه كانوا كام؟ بقوا اثنين. طبعا واحنا شغالين في المشروع وبننفذ فيه مفيش في ذهننا بقى حاجه اسمها المقاومه المستهدفه. امال في ذهننا ايه؟ في ذهننا الحاجه اللي واضحه قدامنا وبنشوفها على الحاجه المقاومه المميزه. يبقى الشرطين القدام دول علاقتهم هتبقى بمين؟ المقاومه المميزه. طب ايه هم؟ اول شرط بيقول لي لا يقل المتوسط اي اختبار عن 90% من المقاومه المميزه. يبقى لو انا بصب سقف اخدت منه ثلاث مكعبات حطيتهم في الميه بقى 28 يوم طلعتهم اختبرتهم هيديني ثلاث ارقام كل مكعب ليه مقاومه. المتوسط بتاعهم اسمه نتيجه الاختبار. المتوسط بتاعهم ده المفروض ما يقلش عن 90% من المقاومه الايه؟ المميزه. يعني لو بصينا للمساله اللي فاتت المقاومه المميزه كام؟ 300 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. المفروض ان متوسط الاختبار بقى ثلاث مكعبات خدتهم من السقف متوسطهم يطلع كام؟ اكتر من 270. اكتر من 270 هتقولي طب ما ده اقل من المقاومه المميزه. هقول لك ماشي، مش احنا متفقين ان في احتمال بسيط مقدار 5% ان المكعبات او اجزاء من الخرسانه بتاعتك مقاومتها تقل عن المقاومه المميزه؟ خلاص يبقى اذا مفروض ان نتيجه اختبار تقل عن المقاومه المميزه، بس ما تقلش 50% 90%. تمام؟ فده اول شرط. الشرط الثاني بيقول لي ايه بقى؟ عشان الموضوع ما يبقاش فيه يعني نقول ايه؟
ده معناه اوتوماتيك ان الجيل ده كله 90% بس مش هينفع. بقيت حل حل قال لك خلاص احنا كل شويه هنراجع الاختبارات اللي اتعملت ونبص على اربعه متتاليين، اربع اختبارات مدى متتاليه. ازاي يعني اربعه متتاليه؟ يعني عندي اساسات اعمل سقف وبعدين اعمل والاربع اختبارات ورا بعض. اني اخدت من الاساسات وبعدين الاعمده اللي بعديها وبعدين السقف وبعدين الاعمده. دخل بينهم حاجه في النص. لا دول اربع اختبارات متتاليه. المتوسط بتاع الاربع اختبارات دول على بعض المفروض يبقى اكتر من المقاومه المميزه. ليه؟ لان دي عينه كبيره شويه. صح؟ وكل ما العينه كبرت وكل ما متوسطها قرب لمين؟ المتوسط بتاع البوبوليشن. الجماعه كلها هيحصل له كده. دي نظريه اكثر. دي احصاء اكثر. دي نظريه اسمها نظريه البيشن. سنترال فاليو. السنترال فاليو بتقول لك ان عاده متوسط العينه يقترب من متوسط الايه؟ متوسط البوبوليشن. بالذات كل ما العينه مقاسها ايه؟ مقاسها كده. علشان كده الشرط الثاني محطوط على هذا الاساس. متوسط الاختبار الاختبارات الثلاثه التي تسبقه هيكون كام؟ يكون 110% من المقاومه المميزه. حطينا 10% زياده عشان نكون بنقرب الى مين؟ للمقاومه المستهدفه. تمام؟ طبعا في نهايه المشروع ممكن نعمل تحليل احصائي جدول. خدنا في التحليل الاحصائي حاجه اسمها ايه؟ التست اب هايبوثيسيس. انا عايز اعمل اختبار احصائي بيقول لي الخرسانه اللي قدامي دي، الخرسانه اللي قدامي دي متوسط مقاومتها كام؟ كويس؟ فليها بروسيجر طبعا معروف يعني. والبروسيجر ده اقدر بحدود ثقه معينه اقول ان المتوسط بتاع الخرسانه اللي قدامي كذا، وبالتالي المقاومه المميزه في اقل منها كام في المية. واشوف بقى هو فعلا 5% ولا اكتر ولا اقل. لكن طول ما انا شغال في المشروع في عندي شرطين دول بشتغل عليهم، وكل اختبار لازم يحقق 90% فاكثر من المقاومه المميزه، وكل اربع اختبارات متتاليه لازم تحقق كام؟ تحقق 110% على الاقل من المقاومه المميزه. تمام كده يا جماعه؟ واضح؟ كويس. طيب يبقى ده الايه؟ اخر حاجه بقى بنعملها واحنا شغالين في النيل في الخرسانه. في زميل كان بيسالني من شويه بيقول لي طب نفترض الشروط دي ما اتحققتش، الشرطين دول هنعمل ايه؟ دي عندنا بداية حاجة اسمها ايه؟ اختبارات غير مكلفة. اختبارات غير مكلفة دورها انها يا اما تؤكد ان الخرسانة وحشة او تقول والله احنا مش عارفين نخرج، او حاجة تالتة بقى انها تقول لا الخرسانة كويسة. طبعا من طبيعة الاختبارات غير المكلفة انت عارف كويس بعد ما درست كده كام اختبار المتاحين انها هي ما بتديش جايز من الخرسانه كويسه ولا لا، لكن هي ممكن تقول انها يعني معقوله ماشيه. فنلجا للاختبارات غير المكلفه، وبعد كده في اجراءات ثانيه ناخدها بقى في كورسات انك تعيد الديزاين ثاني مثلا، انك تعمل تهويات مثلا، ان في اجراءات ثانيه لو خلاص يعني القرار بتاعنا بقى ان الخرسانه دي مش بتحقق ايه؟ مش بتحقق النقطه. كويس؟ طيب لو خدنا مثال من مشروع حقيقي، المشروع ده خرسانه بتتعمل في منطقه اسمها شارع الكفريعة، شارع بورسعيد، وكان مطلوب ان المقاومه بتاعة المقاومه المميزه للمنشآت اللي هناك تبقى 450 كيلو لكل سنتيمتر مربع. وكانت نتائج الثلاث اختبارات الاولى للمشروع ثلاث اختبارات كالاتي: الاختبار الاولاني 465 445 485، في اختبار ثاني ثلاث مكعبات، واختبار ثالث ثلاث مكعبات. طبعا السؤال يا ترى الخرسانه دي بتحقق
حقق اشتراطات مقاومة مميزة 450 كيلو على سنتيمتر مربع ولا لا؟ تمام؟ محتاجة خطوة إيه؟ شرطين. طيب الشرط الأولاني سهل التطبيق. والله أنا عندي ثلاث خلطات أهي، كل خلطة هي كام طاس؟ ألاقي إن الأولاني 465، ده المتوسط بتاع الاختبار الأول، أكثر من المقاومة المميزة، كويس جدا. طيب الثاني 448، أقل منها بس أقل حاجة بسيطة أوي، ده جاي بكام؟ جاي 99%، كويس جدا. بعد كده 453، جاي أكثر من 100% برضه. بس لازم أخلي بالي من حاجة بقى، لو أنا فضلت ماشي كده مش هحقق مين؟ مش هحقق الشرط الثاني اللي هو بيقول إن المتوسط كل أربعة مع بعض المفروض يكون 110%. فرغم إن مبدئيا كده أنا معدي الشرط الأولاني ومعدي قيمة المقاومة المميزة، إنما لو فضلت ماشي بهذا المعدل يبقى كل أربع اختبارات مش هيقدروا إن هم الحقيقة إيه؟ يحققوا الشرط الثاني. فلازم معنى كده إن الاختبار الرابع بقى الراجل الأول ده عشان يحب شوية. يبتدي بقى يظبط شوية في الخلطة أو في طريقة التنفيذ بتاعته. يقلل سن المية، يعني يتصرف بحيث إن إيه؟ الخلطة الرابعة تعدي بقى علشان الأفرج بتاع الأربعة يبقى كام؟ فوق ال 110. تمام؟ اسم المتوسط يبقى 450 1.1 اللي هي 495 جرام لكل إيه؟ لكل سنتيمتر مربع. تمام؟ كويس. طيب في بقى الحقيقه من نقول ايه؟ من السنه اللي فاتت او بلاش من السنه اللي فاتت حتى ما كنتش بقول ايه؟ عن الناس كتير مننا اعتقاد قوي جدا ان الخرسانه دي ما هي الا عربيه قمح على عربيتين زلط على شوية أسمنت على شوية مية هتطلع خرسانة، لأن ده اللي احنا بنشوفه فين؟ حوالينا، الدنيا حوالينا كذا اللي احنا بنشوفه. ده الحقيقة اللي احنا بنسميه الخلطات النمطية. كويس؟ الخلطات النمطية دي نوعية من الخلطات كان مسموح بيها في وقت ما يعني في العصر الموسوعي. وكانت الى حد ما ناجحه، مش بطلها اتكلم انها كانت ناجحه ليه وقتها. انما دلوقتي ما بقتش تنفع. دلوقتي بتمثل كارثه كبيره جدا. ناتجه منين الكارثه؟ ناتجه من ان الخلطات دي زي ما الناس عارفاها وزي ما انا قلتها دلوقتي وصفتها كده، هي 1 جرام و2 سن او زلط او اي حاجه كبيره شويه وبتحط عليه مشترك اسمها. بعدين الميه بقى زي ما ربنا ايه بيسهلها لك. فالحكايه دي اولا فكر بتعمل انسرتينتي او عدم تاكد من ايه؟ نمره واحد من قابليه التشغيل. ما هو انا مش عارف قابليه التشغيل مبدئيا مش كده؟ لو انت بتقول لي ان الخلطه دي فيها 200 لتر ميه في متر مكعب يمكن اقدر اقول لك قابليه التشغيل كام؟ الضغوط المتوقع قد ايه؟ لكن لما تقول لي 1-2 وشكارة اسمنت الحقيقه هيبقى صعب عليا ان اقول ايه. فدي اول مشكله ان قضيه التشغيل غير محدده. المشكله الثانيه اذا كانت كميه الماء غير محدده وقضيه التشغيل غير محدده الحقيقه كمان مين الى السين برضه اصبحت ايه؟ غير محدده، يبقى المقاومه كمان مش معروفه. فاذا الحاجتين المهمين اللي انت عايزهم في الخرسانه مش معروفين، متوقفين على مين؟ على ميديا اللي هو بيشتغل بيحط الميه في الخلاط. مش كده؟ لو صبرت نفسك معاه ممكن يطلع لك حاجه كويسه، ما صبرتش نفسك هيطلع حاجه مش كويسه. فالخلاطات النمطيه دي الخطوره بتاعتها تنتج من كده. ان انا لا انا عارف هتطلع قضيه تشغيل قد ايه ولا مقاومه. لكن الحقيقه كانت موجوده وشائعه جدا.
ودلوقتي لما نتكلم عن مهندسين يعني كبار شويه في السن هتلاقي هو الانطباع الاساسي ان الخرسانه لازم تكون واحد رام واثنين صاله او سن وعرش فرد بسيط. فهذا الكلام الحقيقه زي ما بقول لك دلوقتي عيوبه جامده جدا. الناس كانت دايما حافظه خلطتين، الخلطه الاولانيه للخرسانه العاديه والخلطه الثانيه للخرسانه المسلحه، والنسب بتاعتهم زي ما احنا شايفين كده قدامنا وعندهم طبعا في الكتاب. الخرسانه العاديه اسمها علاجي شويه 50 كيلو في المتر مكعب ونص نص متر رمل ومتر زلط، والخرسانه المسلحه 350 كيلو اسمنت مع كام؟ 4 من 10 متر مكعب رمل و 8 من 10 متر مكعب زلط. من المتوقع ان الخلطه الاولانيه الناس بتكمل يعني انها تجيب 150 كيلو على سنتيمتر مربع اجهاد 22 يوم، والخلطه الثانيه بتاعت الخرسانه المسلحه تجيب 250 كيلو على سنتيمتر مربع. طبعا ما بيحصلش كده. والحقيقه في كل المواقف اللي اضطرينا ان احنا ناخد فيها عينات من منشات اتنفست بالشكل ده، الخرسانه المسلحه تاخد عينه من عمود كده قلب الخرساني مثلا تكتشف انها ما بتوصلش 200 كيلو على سنتيمتر مربع. ليه؟ بسبب ان انا قلت ان انا مش عارف الميه كام ولا عارف ياسين، وبالتالي انا عارف ركبيتي او قابليه تشغيل ولا عارف المحرك. لذلك الكود بتاعنا الحقيقه الكود الجديد من سنه 2000 مسح الخلطتين دول، كانوا موجودين زمان في الكود ده مش موجودين، وبيطلب منك انك تعمل تصميم خلطات وانك تعمل خلطات تجريبيه وحط لها مع شروط وتعمل خلطات روتينيه او تجارب روتينيه وحط لها شرطين عشان يضمن الايه؟ الجوده بتاعت المنتج اللي انت بتطلعه. اللي انا عايز اؤكد عليه ان الخلطتين دول كمان فوق ان هم ما بيدوكش اي ضمان لا لقابليه تشغيل ولا للمقاومه، الحقيقه خلطات سبب التجريب القطعي انها خلطات غاليه. خلطات غاليه مكلفه. ازاي؟ تعالى كده جرب الخلطه بتاعت الخرسانه المسلحه اللي بيقول انها الناس بتأمل انها تطلع لها 250 كيلو على سنتيمتر مربع وصممها يعني اعتبرها مثال كده وحل هذا المثال على ان عندك اسمنت كوبتاندي عادي مقاومه مميزه 250 بتستخدم ركام متوسط اللي هو يعني 20 مللي من اسس الاعتبار الاكبر بتاعه. اعتبره بما اننا بنستخدم السن كتير دلوقتي ركام مكسر، واعتبر انك عايز تعمل خرسانه لينه وشوف التصميم هيطلع كده. شوف كميه الاسمنت كميه المكعب قد ايه. كويس؟ وجرب حتى حالات مختلفه. يعني جرب حاله المقاول ما عندوش خبره والمقاول ممتاز. كويس؟ مقاول ممتاز ده سقف الحد الادنى للايه؟ لهامش الامان. مقاول ما يعرفش حاجه خالص فاستخدم الحد الاعلى لهامش الامان ونشوف ايه اللي هيحصل. اكتشف ان ما انتش الحقيقه محتاج ابدا لايه؟ 350 كيلو في المتر مكعب على الاطلاق. فبالتالي يعني هدفنا من اننا نذكر هذه الخلطات لما جبت لما حد ينقشك فيها او لما تنزل موقع بتلاقي ان هم شغالين بيها، تحاول تقول ان هذا الكلام ما هوش ايه؟ ما هوش مسبوق. مسبوق طبعا وانت لسه في سنه ثانيه او الناس اللي بره ما تقولهمش مسبوق ما يعني ان انا ايه؟ هسمع كلامك. هنا بقى بتفضل بقى كل ثابته لغايه لما ايه؟ لما موقع مسبوق ايه؟ ساعتها تقول لا ايه؟ انت مش نافع. تمام؟ طيب السلايد دي بتقول لنا ايه من المقاس دي؟ هنا مثال علشان نشوف هل احنا قادرين فعلا نعرف نسب الخلطه دي ولا لا؟ بيقول لي والله عندي خلطه نمطيه رحت موقع لقيت الناس شغاله بيها دي فوق 350 كيلو اسمنت على 4 من 10 متر مكعب رمل على 8 من 10 متر مكعب صلب. لو سمحت تقول لي هو المتر فيه كام شكارة اسمنت؟ أو فيه كام كيلو اسمنت أصلا؟
نقول لك والله علشان يعني نوصل للحل لازم نقدر كمية المية. هو هنا قال لك محتوى المية كبير 250 لتر في متر مكعب. طبعا لو انت وقفت مع حاجة من الناس اللي شغالة في هذه الخلطات في الشارع كده وقعدت وبعيد شوية هتلاقي 250 دي لقيت. يعني جرب كده وشوف لما تحط شكارة اسمنت في الخلاط تحط عليها شوية خرم وشوية سن تحط قد ايه مية. تلاقي الراجل اللي بيعبي المية ده معاه بس سجل قديمة علبة كوية قديمة حاجة من الحاجات دي والمفروض انها بتشوف في تكوين 20 لتر مش هنقول 20 هنقول 15 بس شوف بيعبيها كم مرة. انا شخصيا شفت مره بيعدي حوالي 5 6 مرات من 5 ل 15 ل 75 لتر على شكاره اسمنت واحده يعني 75 على 50 يعني يمكن ياسين في 1.5 يمكن ياسين في 1.5 يعني مش هتتكلم كده اللي عامل فاوندات يعني الناس اللي بتدرس طبعا كان بقى عشان تقدر توصل ل 1.5 فالتأكيد تبقى مقاومة طبعا هنا تاني بقى شوية معلومات كده بعد ما قال لي المايه 250 لتر قال لي بقى هنرتبط الوزن الحجمي للرمل والوزن الحجمي للصلب والوزن النوعي الاثنين واحد مش اختلاف وبالتالي حجم هذه الكميات هيبقى الوزن على الوزن النوعي الحجم على الوزن النوعي نطلع عن الحجم المطلق مش كده؟ طلع في الاخر ان مجموع الهجوم المطلقه للمكونات دي 1100 كام؟ 1153 لتر يعني 1.5 متر مكعب هيبقى الكلام ده ما هوش ايه؟ ما هوش حجم متر مكعب. الحاجه الثانيه يقول لي طيب حدد قابلية تشغيل هذه الخلطة. تعالوا نفترض مع بعض كده ان مقاس الخلطة 40 متر. طبعا قابلية التشغيل لهذه الخلطة هبقى محتاج اروح للجدول بتاع المية ده اللي فيه ايه؟ اللي فيه قابلية التشغيل. ويقول لي حدد المقاومة المستهدفة لهذه الخلطة عند عمر 28 متر. اذا كان الاسمنت المستخدم اسمنت بنك ايه؟ عادي. قابلية التشغيل مقاس الزلط 40 يعني 40 وغير مكسر كان فيها كم متر ميه 250 تعال نشوف بقى هنا اقرب حاجه ل 250 ونشوف هتديني اصلا قد ايه او هبوط قد ايه الاقي اخر حاجه خالص اللي هي بتديني هبوط يصل ل 180 ملي 175 متر يعني 250 دي بتديني اصلا كمان اعلى من كده وخلي بالك كلما كان قابلية التشغيل جاب المية كل ما كان عندي مشاكل في المقاومة على هيئة اتصال طبيعي وعلى هيئة كمان ايه؟ نقط عندك نقط رهيب جدا وبالتأكيد هتبقى الغلطة دي فيها اتصال طبيعي برضه يعني لو حد فينا قدر يشوف كده خلاطة من الخلاطات اللي شغالة دي شوف الخلصانة هي نازلة الحبيبات دي واضح ميه نازله لوحدها والحبيبات بتاعت المكان الكبير نازله لوحدها دي لا يمكن تكون ايه خلاص انا مع كلامك هي اول ايه اول مطيه بعد كده تعال نشوف المقاومه المستهدفه المتوقعه وسط الانتاج يعني فقال لك والله احنا هنشوف بقى من الى 6 ونص نشوف الاسمنت والركام والعمق هنطلع المقاومه مش كده عشان نحدد المنحنى بتاع مين المقاومه ومين الياسين فادي الجدول قدامنا اللي بيساعدنا اسمنت قدام عالي وكان غير مكسر عمر 28 يوم يبقى اذا المقاومه المستهدفه المتوقعه 400 كيلو على سنتيمتر مربع ودي عند مين الياسين بكام؟ بنص هاخد بقى نص مع 400 واروح على الكرداد دي واحدد الكيرف اللي بيمثل
مقاومه مع مين اس؟ مقاومه المستهدفه بتاعتي ان انا اتوقعها تبقى مناصره من اس بكام؟ 250 على كام؟ على 350. قال لي افترضنا ان كميه المياه 150 لتر وكميه الاسمنت 350، فده حوالي 0.7 دي تديني مقاومه مستهدفه حوالي 230 كيلو على سنتيمتر مربع. مقاومه مستهدفه. يبقى ناقص مقاومه مميزه قد ايه؟ اقل من 200 اكيد. اقل حاجه يعني خالص تبقى 150 160 كيلو على سنتيمتر مربع. فطبعا المقاومه المستهدفه 230، وبالتالي المقاومه المميزه طبعا اقل من كده بكتير. قدرتها على مقاومة الظروف المحيطة بها.
خارجية و خارجية لمدة طويلة دون حدوث تلف. طيب أسباب بقى حدوث عدم التحمل إيه اللي يخلي الحصانة تعيش فيه؟ حاجة مالهاش علاقة بالإجهادات اللي عليها، هي علاقة بإن الماتيريال بتتحلل وتبوظ. تمام؟ فا إيه اللي يخليها تتحلل وتبوظ؟ والله ممكن تكون الأسباب دي جاية من بره الحصانة، ممكن تكون أسباب جاية من فين؟ من داخل الحصانة. اللي جاي من بره الحصانة يبقى فيه مهاجمة جاية من الحصانة، كيماويات بتدخل الى الحصان. كيماويات زي ايه؟ مثلا اشهر انواعها الكبريتات. ده واحده من الحاجات الخطيره اللي ممكن انها تؤثر على مين؟ تؤثر على الحصان، يهاجم الاسمنت، ويمكن درجات المهاجمه تختلف بين ثلاث انواع الاسمنت، انما عموما له القدره ان هو يهاجم كل انواع الايه؟ الاسمنت. وفي كمان العوامل الجويه. يعني مثلا لو في منطقه درجات الحراره بتقل جدا تنزل تحت الصفر ترجع تطلع تاني، فمعنى كده ان الرطوبه اللي جوه الخرسانه دي هيحصل لها ايه لما الحراره تنزل قوي؟ تتجمد. فلما تتجمد ايه يحصل؟ تتمدد. فلما تتمدد جوه الفراغات بتاعت الخرسانه يبتدي يحصل شروق. تمام؟ فدي بيسموها الايه؟ طورات التجمد والذوبان، الفريز ثو سايكلز. دي طبعا يعني حسن الحظ انها مش عندنا قوي، انما بتحصل في حتت كتير عند ظروف منشآت ايه؟ منشآت خرسانية. برضه في عوامل ميكانيكية. يعني ايه عوامل ميكانيكية؟ زي مثلا النهر. لو انت بتعمل خرسانة مثلا جنب البحر والموج عمال يخبط فيه، بص تلاقي بعد شويه صح الخرسانه ابتدى ايه؟ ابتدى يتهاجم نتيجه النحر اللي بيحصل فيه. كويس؟ بيبتدي المواد اللي ممكن الميه خبطاتها او الحكايه معاها يشيلها تتشال. عشان كده تلاقي مثلا لو انت بتتمشى كده على شاطئ اسكندريه تلاقي حتى البلوكات الكبيره بتاعت كمان الشواطئ هم النار والسن باين. باين ليه؟ الحركه الميكانيكيه بتاعت ايه؟ بتاعت الميه. تمام؟ كويس. مش ضروري يكون جنب البحر على فكره عشان تحصل عوامل ميكانيكيه. لكن تخيل مبنى والسباكه بتاعته مش مظبوطه. حاجه بسيطه هي مالهاش علاقه بالخرسانه ولا بالانشاءات اساسا. انما في ميه مستمره عماله تتسرب من هذه الايه؟ من ماسوره معينه ولا من كنفيه ولا من ايه؟ بعد شويه بيحصل ايه؟ باشمهندس اللي ورا اللي حاطط ايده على وش على الخلف ده قال لي بص اللي جنبك ابو شامل كده. مفيش غيرك انت عم كل شويه اقول تبص اللي جنبك. انت واللي جنبك. وقدامك بصفين يعني اموال ميه كتير وبتاع، لا لو الميه ماشيه باستمرار سرسوب كده مستمر هيعمل نحر في الحاجه اللي ماشي فيها اللي ممكن تكون ايه؟ خرسانه. فتبص تلاقي ان مثلا في جرشات في ميه مستمره كده، تبص تلاقي ان الارضيه الخرسانه بتاعت الجراج ده بقت تبوظ. تلاقي الكاميرات بتاعت لوسكو اللي جنب الحمامات مثلا والمطابخ كتير جدا تلاقي حاصل فيها تقاتل، حاصل فيها نحر. الشعر بتاعها طاير منه كده. ليه؟ بتيجي حركه مين؟ بتيجي حركه الميه. لو نزلنا لسكيل اقل الميه لو كانت متسربه هتخش في الفراغات بتاعت الخرسانه. وبعدين لو التيار ده مستمر هيطلع من الناحيه الثانيه. طب هي ماشيه في ايه؟ ماشيه في فراغات بنسميها الفراغات الشعريه. لما تمشي في الفراغات الشعريه دي اللي مقاسها مثلا في حدود 10 مايكرون ولا حاجه يوم واثنين وثلاثه وسنه واثنين ايه اللي هيحصل؟
الانبوبه الشعريه الواحده اللي كانت ماشيه فيها اللي هي 10 15 مايكرون مستنيه توصل، بدل ما كانت 10 15 مايكرون بقت 20 25. ده المقاس يعني الفراغات ابتدى يزيد، يبقى المقاومه بتاعت الخمس ده ابتدت تقل. كويس؟ فدي عوامل ميكانيكيه ممكن تؤدي الى ان الخرسانه لا تتحمل الفتره الزمنيه اللي احنا متوقعينها. كويس؟ طيب في اسباب داخليه زي ايه؟ زي مثلا رداءة نور ابو كريم. مش عارف كنت عملت لها السنه اللي فاتت ولا لا، لكن كان في حاجه من مشاكل الركاب الشهيره جدا اسمها التفاعل القلوي للركاب. اداء لو الركاب رد اشهر حاجه بتحصل ان الركاب بيتفاعل مع اسمك. ونتيجه هذا التفاعل ينقل حاجه مقاسها كبير شويه، الفول بتاعها كبير، تشرخ كبير، تشرخ خلاص. كويس؟ دي ظاهره. رداءة نور الركام قد تكون زياده في ايه؟ في المواد الناعمه. زياده المواد الناعمه احنا لقينا انها بتعمل لنا مشاكل في مين؟ قدره التشغيل. لكن السنه اللي فاتت واحنا بندرسها لقينا انها ممكن تعمل مشاكل كمان في ايه؟ في المقاومه، ومش بس في المقاومه لكن كمان في التحمل مع الزمن. يمكن ما قالولناش التحمل مع الزمن، لكن قالوا لنا ان التغيرات الحجميه في المواد الناعمه تبقى كبيره جدا، وبالتالي ممكن تشرخ في ايه؟ تشرخ الخرسانه، يبقى حصل شروخ وبالتالي ضعف في الخرسانه من غير ما نكون حتى ابتدينا نعمل لها ايه؟ نحط فيها احمال. فاذا غداء نور الركام في مشكله كبيره. عدم ثبات حجم الاسماك، لو الاسمنت الاستوفي ما كانش بيحقق النتائج المطلوبه في اختبار مشكلين، يبقى طبعا هيعمل لنا مشكله مع ايه؟ مع العناصر اللي هتصب بيها. على طول هيحصل لها تغيرات برضه تؤدي الى شروط، وبالتالي ما تتحملش الفتره الزمنيه اللي احنا عايزينها. واحده ثالثه من الاسباب الداخليه صمغ صلب التسليح. لو حديد التسليح لو مدفون جوه الخرسانة كان عايزين يقابلوا بين الخرسانه تماسك. مدرسه التماسك مش كده؟ وقلنا بنعمل سياحه التسليح عليها من فؤاد علشان نزود التماسك. طب لما هيجي صدى ايه اللي يحصل؟ يبتدي يتكون طبقه صدى على سطح التنسيق. طبقه الصدى دي عاده الفوليوم بتاعها او الحجم بتاعها اكبر من الحديد الاصلي. يبقى بتعمل ايه في الخرسانه اللي بتتلزق؟ هي بتبتدي تسقها من بعيد. ولما تسقها خلاص انا اصلا ما بتتحملش الزق ده، معناه في اجهادات شد داخليه. تبقى على طول يتولد ايه؟ شروط. مش عايز اخوفك، لكن وانت مروح كده اطلع على السلم، بلاش تطلع من الاسانسير في البيت، وبص كده للايه؟ البطنيه بتاعت السلم وانت طالع. في مكان ما في العماره هتلاقي في شد بالطول. الشرق ده تحتيه سيخ مسطح. بس مسطح ايه اللي سطاه؟ واحنا في القاهره هنا قريبين عن البحر، قريبين عن الملح، قريبين عن الحاجات الطبيعي انها تعمل صدى. ان انتوا بتهتموا بتنظيف السلم زي ده عندكم. بتغسلوا ماء كتير وبيحصل له مشاكل كده. بالذات لما تكون الخرسانه معموله ايه؟ خلطه مضيه. يحصل كده جامد قوي، الحاجات دي كلها في بعضها، ويبقى ايه؟ بص ده يزيد الانسياب بتاع الانسياب. طيب عرفنا المشكلة؟ عايزين نشوف بقى يعني المستفزات بتاعتها. سواء الحقيقه انا بتكلم عن عوامل خارجيه بتؤدي الى عدم التحمل او عوامل داخليه، في جميع الاحوال لازم يكون الركوب بشكل او باخر. عشان كده الركوب جوه الخرسان المنهج الوحيد هو مين؟ المسافه بتاعت الخرسان. مع كده الحقيقه كل ما زادت مسامير الخرسانة، أو بلاش نسميها عشان نكون محددين قوي، كل ما زادت المنفذية بتاعت الخرسانة
انت بتعرف الفرق بين المسمية والمركزية. طيب المسمية نسبة الفراغات اللي في الحجم كله. طيب امال المركزية نسبة الفراغات المتصلة ببعضها المتصلة بالخارج. وبالتالي ممكن يكون في فراغ او حاجة صغيرة كده بس مقفولة ملهاش اتصال بالخارج. دي لا ينفع تشيلها طوبة ولا ياخد منها طوبة. لكن لما يكون عندي مسام متصلة ببعض وفي الآخر وسط بقت سطح الخرسانة إذا ممكن من خلالها يدخل إيه؟ أي حاجة ضارة بقى. كبريتات من بره، كلوريدات، مية نظيفة، مية مجاري، أي حاجة ممكن إنها تدخل إلى داخل إيه؟ إلى داخل الخرسانة. فبالتالي بيقول لي الحاجة الجوهرية اللي تخلي الخرسانة تتحمل مع السمك إنك تقلل من النفس. كويس؟ طب وايه اللي مركزها؟ اقلل الميه ولا اقلل البي بي اس سي؟ ولا البي بي اس سي؟ لا يعني مصر على الميه؟ طب سمينا مصر على تقليل الميه ولا اقلل المركزها؟ وانا بحاول ان انا ايه يعني اقنعه ان هي بي بي اس سي. هي الميه الزياده قال عن طاقه الاسم. عشان كده بنربط دايما الموضوع بمين؟ مين الاسم؟ واحنا بنتكلم على طريقه التشغيل الاساس عندنا هو كميه الميه. كميه المكعب. يعني ده السائل بقيه الحاجات كلها مواد ايه؟ صلبه كلها من تحت كده. فالميه في الفوليوم ده هو الاساس في طريقه التشغيل. لكن وانا بتكلم على منفذيه او على مقاومه او على نطح او على اتصال قبيلي اللي بتكلم على مين الى مين؟ الى سي. كويس؟ الاساس في الموضوع هو مين الى سي. هي دي اللي بتتحكم الحقيقه في المركزيه بتاعت الخرسانة وبالتالي في تحملها مع مين؟ مع الانسان. صعب جدا الحقيقه ان احنا نخلي المركزيه صفر. لان لازم احط شويه ميه مع الاسماك وغالبا هيبقى اكتر شويه عشان احقق جزء من قابليه التشغيل المطلوبه حتى لو سمنت البقاء. ف شقرا معاها تمام. لكن ممكن انزلها الى ايه؟ لحد ده. وبالتالي طبعا كل ما نزلتها الى اقل حاجه ممكنه كل ما كان افضل لمين؟ للخرسانه بتاعتي. حتى لو حبيت اعمل حمايه خارجيه يبقى لو الحمايه الخارجيه دي فشلت لاي سبب يبقى نزالة الخرسانة حاجة ذاتها ايه؟ منفذيتها ليه؟ يعني ايه حماية خارجية؟ يعني مثلا انت بتشوف الاساسات بتاعت المباني دايما بتديني مادة سودا بيتومين او بلاك او نوع من انواع المواد البترولية الاسفلتية يعني بتحطه ليه على الخرسانة؟ علشان ده عازل المية لما يهب هو سائل بينشف تبقى حاجه ما فيهاش اي مسألة. لكن وارد جدا ان نتيجه وانت بتربط حوالين الاساسات في القشر. وارد جدا ان في المستقبل بنوقف وبنعمل اي حاجه جنب اساسات المبنى ده برضه يحصل ايه؟ يحصل كشف في هذه الطبقه بتاعت الحمايه. يبقى اذا هيدخل مكان الكشف ده لو الخصام مش كويسه هيدخل مواد ضاره تبتدي تعمل ايه؟ افكت او تعمل تاثير على الخرسانه بتاعتك. فمن البدايه الحقيقه بنحاول نفكر ان الخرسانه بتاعتك تبقى منفذيتها مالها اقل من كده. طبعا ما ينفعش ان انا اطبق نفس القواعد في كل مكان. يعني في اماكن
العرضه دي المشاكل فيها اقل، الاخطار الخارجيه والداخليه اقل، يبقى مش هكون بنفس الايه؟ بنفس الحسم او بنفس الشده اللي بستخدمها وانا بعمل خرسانه جنب البحر مثلا، او بعمل خرسانه ماسوره حقيقه في نقل الصرف الصحي. دي حاجه ودي حاجه ثانيه. فبيقول لي هنا لتحقيق اقل مركزيه للخرسانه يجب مراعاه الاتي. نمره واحد، الا تكون الخلطه فقيره في الاسماك. الا تكون الخلطه فقيره في مين؟ في الاسماك. لا يقل محتوى الاسماك عن 6 شكاير وكل منهم يفعل. ان يكون الركاب جاي للتدرج. طبعا كل ما كان جاي للتدرج كل ما قللت نسبه الايه؟ الاضطرابات اللي محتمل انها تحصل لي. وقللت مشاكل ممكن تقابلني وانا بصلي زي الانفصال الطبيعي. استخدام اضافات معدنيه مناسبه. وفي اضافات معدنيه واضافات غير معدنيه. الناس من الكوثر اكيد اخذنا الاضافات المعدنيه واخذنا الاضافات غير المعدنيه. لو احنا بنتكلم عن الاسمنت ودخل معانا اسمنت سين 2 وسين 3 وسين 4 وسين 5 غيرهم دول انواع الاسمنت المختلفه. الاسمنتات دي كانت تضاف عليها اضافات معدنيه. زي ايه؟ زي موبايل سيليكا، زي المواد المعدنيه الطاير، زي ايه كمان؟ زي السلاك او اللي هو الخبث الافران العالي. دي كلها اضافات بنسميها اضافات معدنيه. الاساس فيها انها ماده باودر، ماده صلبه مقطومه بشكل ناعم جدا، وبندور فيها على مركب معين اللي هو مين؟ السيليكا. مش كده؟ كل ما درجه السيليكا الكميه اكبر كل ما كانت فايدتها في الخرسانه ايه؟ اكبر. فبيقول لي استخدم اضافات معدنيه مناسبه. طيب هتفيدني في ايه؟ انا بقول لك في الاخر يعني شويه. هتفيدني من وجهه نظر انها تعمل تحتيه. بما ان حبيبات صغيره قوي ممكن تساعد في سد بعض المسائل. الحاجة الثانية إنها إذا اتوجد فيها كمية سيليكا عالية يبقى السيليكا دي هتتفاعل مع نواتج الإيماء وتزود نسبة السي اس اتش. مين السي اس اتش ده؟ كالسيوم سيليكيت هايدريت أو المادة أو الكريستالات اللي بتدي مقاومة للأسماك. كويس؟ فدي الدور بتاع الإضافات الإيه؟ المعدنية. عشان كده استخدامها مفيد جدا للتحمل مع الزمن بتاع الخرسانة. الحاجة الرابعة ان تكون درجة تشغيل الخرسانة اقل درجة مش اعلى درجة. اقل درجة يعني تبقى على خليط متجانس وتسمح بدمكها دمكا كاملا. يعني عايز استخدم اقل درجة تشغيل تخليني اعمل خرسانة كويسة. مش كله سايبه للراجل اللي شغال على الخلاط ده وكله بيحط ايه؟ ست جراجل على الشطاره، لا. في حاجات معينه هيبقى فيها خرسانه سيئه شويه لان حاجات كتير، لان الصوت صغير، فاكرين الحاجات دي؟ فبنضطر كان نزود تقليل التشغيل. لكن اذا ما كنتش تقليل التشغيل عاليه يبقى يفضل ان انا اقلل مستوى تقليل التشغيل. طيب محتاج تقليل التشغيل عاليه؟ يفضل برضه انك ما تجيبهاش في الميه. يفضل برضه ان انا اصل الى درجه التشغيل اللي انا عايزها باستخدام الايه؟ اضافات تحسين قابليه التشغيل. تمام؟ استخدام الاضافات ده مهم جدا للحفاظ على عمر الخرسانه. بعد كده في حاجه ثانيه مالهاش علاقه بالخلطه لكن ليها علاقه بالايه؟ بالمصنعيه. صناعه الخرسانه. اللي هي هنا ايه بقى اللي بيقول عليها؟ العنايه بدمك الخرسانه دمكا تاما. لما دمكش الخرسانه دمكا تاما هيحصل ايه؟ يحصل تعشيش، مش كده؟ التعشيش ده فراغ كبير قوي. حاجه ممكن تبقى اكبر من كده؟ مش عايزين ده، مش عايزين يكون في فراغات وفجوات تسمح بايه؟
الخرسانه يبقى في عليها هجوم من الخارج. ولكن عندنا خط فقير مش بنعتمد بيه مش كلمه فقيره مش حلوه بس الاسمنت عنده المعدن ثلاثه حاجه انا بهزر بس معايا انما انا قصدي ايه؟ معنى ان الخط فقير ان كميه الاسمنت تكفي بالكاد انها تغطي الايه؟ الاصفر بتاع مين؟ بتاع طب ايه ممكن تقول لي الفراغات؟ ما بين حبيبات الركام مع بعض والفراغات تبقى متصله وبالتالي واصله ايه؟ للسطح الخارجي بتاع الخرسانة. كل ما زودت كل ما ضمنت ان انت بتغير الحبيبات بشكل كويس. يعني طبعا علشان ثبات الحجم محطوط لنا حد اقصى. مش احنا متفقين ان في حد اقصى ما ينفعش نستعمل. اللي لقيت 450 كيلو جرام اسمنت تمريره مكعب من الخرسانة لن يكون هناك تغيرات حجمية للضغط. بس معايا؟ ف 450 ده الحد الأقصى بتاعك. ماشي؟ طيب أنا بيحكمني حاجتين. دلوقتي أنت بتتكلم على التغيرات الحجمية وإنها ممكن تكون مشكلة. ده اعتبار مهم. في اعتبار تاني كمان مهم برضه اللي هو اعتبار الإيه؟ اعتبار التكلفة. فأنا في أوقات معينة يعني مش دايما هحط 450 انا هحط زي تصميم الخط هيطلع 300 مره 320 مره 340 مره مفيش داعي ان انا اضغط قوي بحيث ان اقلل كميه الاسمنت الى ايه؟ الى يعني كميه اللي هي خالص عشان كده برضه هيبقى حتى ادنى الخرسانات اللي مسجعه كتير جدا بيتكلم في مواصفات المشاريع ان محتوى الاسمنت ما يقلش عن 6 شباك تبقى عندك 300 تمام دي اضمن لي ان الخط مش خطيره وبعد كده ايه حتى اقصى عندي والاشد عندي اللي هو كام؟ اللي هو 450 خلي بالك ان ده مرتبط بمين؟ بالتحمل مع الايه؟ مع السمك مبنى زي ده كده مش بالتحمل مع السمك اي زي ما انت عارف تمام ماشي يا جماعه واضح المناقشه دي كويس بالتأكيد بقى المركزية من دعم الخرسانة بنعمل معالجة فورية وفعالة دي نقطة مهمة جدا في المصنع لو عملتش معالجة فورية وما عملتش معالجة فعالة ترى أتوقع يحصل بالذات في الأيام درجة الحرارة فيها عالية درجة الحرارة عالية فبالتالي السوائل المية اللي موجودة عندها يعني احتمالية أو إمكانية إنها تتبخر طب التبخر ده معناه إيه؟ معناه إن جزء من الفوليوم بتاعنا راح طيب مكانه هيتبقى إيه؟ بقى هواء بس مش هوا كده عادي لا ده هيبقى في عندي شويه مين؟ شويه شروخ قال الدكتور احمد يمكن اسمها شروخ قال ايه؟ الانكماش اللاذع شروخ اسمها شروخ الانكماش اللاذع خلاص انا هي لسه لاجنه وهي لسه طريه وهي لسه لم تتسلط فقدان الميه منها بالذات لما يكون الحراره شديده معدلات الضغط دي عاليه بيحصل نقص في الحجم والنقص في الحجم ده طبعا مش معنى ان انا كل دي خرسانه انها هتكش كده تمشي مع بعضها كده وتسيبني سنتي او لا هي هتكش من جميع الايه؟ من جميع الجهات وبالتالي كده يحصل ايه؟ يحصل شروخ من جميع الايه؟ من الاماكن تطلع شروخ عشوائيه لو واحد راح لزق خرسانه اتصاب مثلا خلال الشهر اللي فات لسه ما مقطوش يعني رمل ولا بتاع وبص عليه مش كده بالراحه كده وبص بنسبه مش عايز اقول لك 100% 93 تلاقي في شروط رفيعه كده عشوائيه في الايه؟ في الكفه في الشكل بتاعها مش واحد طالع كده واحد طالع كده واحد ماشي كده
الشروخ دي هي شروخ الانتماش ايه؟ شروخ الانتماش اي تمام؟ ايه اللي يخليني اقلل هذه الشروخ؟ ان انا ابدا معالجه فوريه بعد نهايه الصف مباشره. حد عنده اي كومنت على حكايه ان انا ابدا المعالجه فورا بعد نهايه الصف؟ بعدها يوم ده طبيعي بس مش صح. هو ده طبيعي جدا بس مش هو الصح. ليه بقى مش هو الصح؟ مش هو الصح لان احنا بنتكلم عن انتماش لابد. طب هو ده اليوم هتبقى خلصانه لابد؟ خلاص فقدت الميه. انا المفروض امنع فقد الميه. وعشان امنع فقد الميه يبقى لازم ابدا المعالجه فورا بهذا الصح. طب اعمل ايه؟ مش هرش ميه بقى؟ ما ينفعش الخرسانه الطريه اجيب الخرطوم وارشها فيه. لكن في عندنا انواع من المعالجه اسمها المعالجه التنقيه. اجيب شمع مثلا او مفرده على ايه؟ على سطح الخرسانه. لو واحد على طول هيقول لي طب واعمل ايه في العمدان؟ اقول لك ان العمدان السطح ممكن يحصل منه بخره قد ايه بالنسبه للحجم؟ العمود صندوق خشب صب جوه الخرسانه مش كده؟ والسطح ممكن يحصل منه البخر وسطح صغير برضه مقارنه ببقيه الايه؟ السيرفس جاي. فبالتالي لو استنيت يوم ولا اثنين لغايه لما احط الخشب وابتدي اعمل معالجه العمود مش هيحصل حاجه. لكن المسطحات الكبيره يوسف يجب ان يبدا الايه؟ معايده فورا في سنه كام حرب اشتغل في شهر اغسطس ولا شهر يوليا ولا حتى كان شهر 10 كانت الدنيا حرب محتاج ان انا مجرد ما اخلص الصف افرد على طول ايه؟ افرد حاجه تمنع الفصل على سطح الفرصه. المشمع البلاستيك ده من اسهل حاجه ومش مكلف على فكره موجود يعني مش مشكله خالص يعني مش هتكلفني 2% يعني تمام؟ المتر المسطح من الخرسانه اللي هو تكلفته المباني العاديه مش هيجي 600 جنيه لما احط عليه الاثنين شمع مش هيحصل حاجه يعني طيب فده الحاجه المهمه المعالجه الفوريه والفعاله للخرسانه. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي كمان عايزيننا ثلاثه التغيرات الحادة في درجة حرارة الخرسانة بالنسبة للجو المحيط. بالذات في الساعات الأولى من عمر الخرسانة لأنها ممكن على طول برضه تؤدي إلى شروط. إزاي بقى؟ تعالى نفكر مع بعض كده في جو برد شوية. بدل الشغل في أغسطس تعالى نشتغل في يناير. صفينا خرسانة ومشينا. الخرسانه دي بيحصل فيها ايه طالما انها عجينه مخلوطه بالميه؟ تفاعل او ايماها الاسمنت. ايماها الاسمنت في الميه بتبقى عنها حاجه اسمها حراره الايماء. خلي الخرسانه حرارتها ايه؟ عاليه شويه. تمام؟ طب لو الجو ساقع جدا. درجه حراره يناير عندنا في القاهره هنا بالليل تبقى كام؟ تنزل لستة سبعة بالذات لو رحت في الأطراف كده 6 أكتوبر ولا التجمع ولا الحتت اللي هي مكشوفة شوية هيبقى درجة حرارة في الجو 6 درجة حرارة قلب الخرسانة مش سطحها لا سطحها هيبقى زي الجو لكن القلب بتاعها ممكن تكون 40 يكون عندك فرق 6 في القلب 40 بيحصل إيه بقى؟ دي مسألة شهيرة في المقولة في الاستراكشر تاني. يقول لك احسب الديبنج مومنت والنورمال شير بالنتيج للتغير درجة الحرارة ما بين يرسم لك فريق كده ويقول لك السطح الفوقاني درجة حرارته 10 والسطح بتاعتنا درجة حرارته 30. مسألة حلوة جدا يعني. خليك تغير واحسب بقى الديبنج مومنت تكتشف ان بيطلع لك فورسز رهيبه. كويس؟ فبالتالي يجب تجنب ان يبقى في فرق كبير في درجات الحراره ما بين الخرسانه والجو المحيط وهي لسه ايه؟ هي برضه لسه في الساعات الاولى من
كولي عمل احتياطات مناسبة لمنع إجهادات الشد الناتجة عن انتماش الخرسان أثناء تصلب. خرسان رايح بيتصلب بيحصل انتماش. مش الانتماش اللازم ده، الانتماش اللازم ده أول ساعات إنما بعد شوية بيحصل انتماش تاني. طيب عايزين نمنع المشاكل بتاعت الانتماش. هنعمل إيه؟ لا والله المشاكل كبيرة أوي. اللي أطوالها كبيرة طبعا ما زالت عن 30 متر اكسب. عشان كده لو رحت مثلا مول تلاقي المول ده فيه امداد متكررة زي بعضيها كده، بعدين في أماكن معينة تلاقي امداد كبيرة أوي. إنها واقع الأمر عمودين مش عمودين، عمودين لازم في بعض مسافة منهم سنتي. كل 30 متر حكايه متكرره بحيث ان كل 30 متر يتصرفوا لوحدهم، الاعتماد والانتماش بتاعهم مفروض. تمام؟ فبيتعمل الفواصل دي اللي بنسميها فواصل الانتماش. في عندنا كمان فواصل صد اللي ممكن نتكلم عنها معاكم دكتور احمد، وهو بيديكم الاصناع الخرسان. لو بصوب كميات برضه كبيره جدا من الخرسانه بنعمل فواصل ما بين اللي انا بصبه النهارده واللي هاجي هكمله بكره. كويس؟ بنعمل تسليم في بعض الاحيان مقاومه الانتماش. يعني احنا المنطق اللي احنا ماشيين فيه لغايه دلوقتي ان الخرسانه محتاجه تسليح في الشكل، مش كده؟ انها ضعيفه في الشكل وقويه في الضغط، بس انت هتبص تلاقي ان الخرسانه فيها تسليح في كل حته. هل ده علشان الشد ممكن يجي من الضغط؟ احتمال في حالات خاصه يعني. انما بشكل عام موجود دايما هذا التسليح علشان يغطي على الايه؟ ما يبقاش عندك كتله كبيره ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تسليح. خد كده لو السلف بيم اللي احنا بناخدها في الفيديو بتاع كله فين؟ كله تحت. هل دي ما بتحطش فيها حديد فوق؟ لا ما بتحطش فيها حديد. لان الحديد اللي تحت يقدر يمنع الشروط بتاعت الانتماش اللي حواليه، لكن فوق بعيد عنه ما يقدر. لازم نحط ايه؟ نحط تسليح عشان يقاوم تاثير الايه؟ تاثير الانتماش، ياخد الاجهادات الناتجه عن هذا الانتماش. بيقول لك العنايه بفواصل الصف خاصه في المنشات المائيه. المنشات المائيه دي ايه بقى؟ خزانات، حمام السباحه، التواصل الصلب فيها لازم تكون معموله بشكل معين يمنع نكازيه المياه. بيقول لي التصميم الانشائي المناسب. الموضوع مش مسام بس، مش شروط كمان، ومش الشروط بتاعت الانتماش بس، لان في شروط كمان ناتجه من ايه؟ في شروط ناتجه من التحميل. لما خدنا الاتجاهات والانفعال بتاع الخرسانة اكتشفنا ان في شروط بتظهر كده على مستويات تحميل معينة. المفروض بقى ان هذه الشروط اقدر بالتصميم وبالحسابات بتاعتي اتحكم فيها، بس ما تبقاش ان الساعة بتاعتها ايه؟ كبير، وبالتالي ما يدخلش من خلالها سوائل